نظم مجلس المستشارين اليوم الجمعة جلسة تشريعية تلت افتتاح أشغال دورة أبريل من السنة التشريعية 2013-2014 التي يترقب المستشارون أن تكون حافلة من حيث دراسة النصوص القانونية والتشريعية. أعتقد بأن هذه الدورة، الدورة الربيعية، ستشكل الفيصل بين مرحلة بداية هذه الحكومة والأفاق المستقبلية، خاصة ما يتعلق بتنزيل المقتضيات الدستورية أو المقتضيات التنظيمية المكملة للدستور والمؤطرة للمرحلة المقبلة، المرحلة المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة سواء على مستوى الجهوي أو على مستوى انتخابات الجماعية وكذلك الغرف وانتخابات ممثلي الأجراء. مقبلين على التصويت على واحد العدد ديال المشاريع قوانين اللي جات بها الحكومة واللي إن شاء الله غتكون مشاريع اللي غتضمن واحد الهيكلة وتنظيم لواحد العدد ديال القطاعات اللي ما غنقولوش فيها اختلالات ولكن فيها واحد الخلل اللي غتقنن بموجب قوانين تنظيميه ان شاء الله. وعرفت هذه الجلسه الدراسه والتصويت على عدد من الاتفاقيات الدوليه والنصوص القانونيه والتشريعيه، من ضمنها مشروع قانون يتعلق بالمجلس الاعلى للتربيه والتكوين والبحث العلمي.